كارثة هذا الخبر. فريق نادي العامرات راح يلعب مع المجموعة اللي فيها الكيان الصهيوني الغاشم، فريق إسرائيل. أصلا في دولة نعترف فيها أن في إسرائيل في العالم، في مسلم يعترف بإسرائيل، الشعب العماني يطالب بانسحاب فريق نادي العامرات لكرة القدم الشاطئية لكأس العالم. الله ياخذ إسرائيل يا رب، والله ينصر أخواننا المسلمين. قضية فلسطين قضية كل مسلم. نتمنى انسحاب فريق نادي العامرات ورئيس نادي العامرات المواطن العماني محسن بن هاني البحراني، نتمنى انسحابكم. ما يصير يا جماعة. أتمنى من سماحة الشيخ أحمد الخليل التدخل في هذا الموضوع. الموضوع الحين أصبح رأي عام للمجتمع العماني، وهذه القضية قضية كل مسلم. ما في دولة اسمها دولة إسرائيل يا جماعة. هالكلام ما يصير.